السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد ووليد، رجعت لكم في فيديو جديد. وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح نجرب مع بعض مود رائع جدا، راح يخلينا نحصل على بيت رائع في مدينة سان فييرو. المهم إن شاء الله سنذهب إلى ذلك المكان ونستكشف مع بعض البيت. المهم شباب، وقبل ما نبدأ الله يسعدكم لا تنسوا تدعموني بزر لايك، وأهم شيء تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا إلى عائلتنا الأسطورية. طبعا لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ بسم الله ونتوكل على الله. طبعا راح أوريكم المكان أين هو مكان البيت. طبعا هو في مدينة سان فييرو، يعني هنا شباب في مدينة سان فييرو. طبعا ها هو المكان شباب، هو هنا بالضبط. المهم طبعا سننتقل إلى المكان بسرعة باستعمال مود التليبورت هكذا شباب. أوكي، لقد وصلنا إلى المكان بسرعة البرق. انظروا إلى البيت الرائع، انظروا، أترون كم هو كبير؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. رأيتم؟ طبعا شباب هذا المكان لم يكن هكذا من قبل، لم يكن هكذا. طبعا راح أوريكم صورة لهذا المكان كيف كان من قبل، والآن انظروا كيف أصبح. رأيتم؟ واو كم هو كبير هذا البيت، نايس، بيت رائع الصراحة. أظن بأن سعره كان غالي جدا، لذلك انظروا ما أكبر هذا البيت. طبعا راح أعمل مود النو كليب ونصعد إلى فوق لنرى كم هو كبير هذا البيت. انظروا شباب، رأيتم كم هو كبير هذا البيت؟ واو، هل نستطيع الدخول إلى داخله هكذا؟ انظروا، واو ماذا حصل؟ أوف أوف أوف، لا لا يا سي جي ماذا فعلت؟ أخرج إلى الخارج هكذا. نايس، واو حدثت جليتش. اوكي شباب الان سنستكشف البيت مع بعض، هيا لندخل الى الداخل. طبعا سندخل الى هذه العلامة الحمراء هكذا لكي يدخل سي جي الى داخل البيت. ارأيتم لقد دخلنا، واو شكل البيت فهو رائع جدا. رأيتم شباب؟ طبعا هنا يوجد هذه الصورة، رأيتم؟ وطبعا هناك مزهريات في الارض، ها هي المزهرية الأولى والمزهرية الثانية، فيها نبتة، واو رائع جدا الصراحة. أوكي هنا أيضا نبات، رأيتم شباب؟ وهذه الصراحة لا أدري، رأيتم هذه مزهرية كبيرة أتوقع، رأيتم شباب؟ وهنا طبعا كتب، رأيتم؟ واو عدد كبير من الكتب. المهم وهنا مزهرية كبيرة أخرى، واو رائع جدا الصراحة. وهنا ماذا يوجد؟ واو هنا الحمام أكرمكم الله، هنا لكي يستحم وهنا لكي يقضي حاجته أكرمكم الله. طبعا المهم طبعا شباب هنا رأيتم المطبخ، واو رائع جدا. هنا الثلاجة أتوقع، نايس رهيب جدا. أوكي وأيضا هنا مزهرية حمراء أخرى كبيرة طبعا. وهنا ماذا يوجد؟ هنا غرفة النوم، نايس ما أجملها. رأيتم شباب؟ صراحة رائعة جدا. وهنا إطلالة رهيبة على الطارق، وهنا البحر، نايس إطلالة رائعة الصراحة. أوكي وأيضا ماذا يوجد؟ هنا مزهريات، ها هي رأيتم؟ كل مكان فيه مزهريات مختلفة، نايس صراحة. أوكي وهنا أتوقع لكي نغير الملابس، هنا وهذه الخزانة خاصة بتغيير الملابس. أوكي أتوقع. المهم وهنا ماذا يوجد؟ أوه هنا حمام، هنا حمام آخر شباب، رأيتم؟ هذا البيت فيه حمامين، نايس صراحة بيت رائع. أوكي خلينا نذهب من هنا هكذا، هنا استكشفناها، نايس سنخرج هكذا. طبعا هنا يوجد أرائك، رأيتم؟ أو مقاعد، ها هو أترون هنا يجلسون، وهنا الطاولة طبعا يحضرون هنا الطعام ويجلسون هنا ويتفرجون في التلفاز. رأيتم شباب؟ ها هو التلفاز، تلفاز من النوع القديم الصراحة، رأيتم؟ المهم وهنا ماذا يوجد؟ هنا يوجد مقاعد، رأيتم؟ وطاولة، طاولة زجاجية، نايس. أوكي هنا مزهرية من نوع آخر، وهنا طاولة أيضا ومقاعد، نايس. وهنا مزهرية كبيرة جدا، وهنا إطلالة،
واو، بيت زجاجي، رأيتم شباب؟ وهنا المكتب الخاص بي سي جي، رأيتم؟ وهنا الصورة طبعا، نايس صراحة. اوكي، هنا مزهرية أخرى. واو، البيت مليء بالمزهريات من أنواع مختلفة طبعا. اوكي، وهنا قاعة الرياضة، هنا نعمل رياضة شباب، رأيتم؟ هنا نستطيع أن نعمل رياضة، وهنا أيضا، وهنا لكي نجري، رأيتم؟ هيا نحاول، نايس، راح أعمل ليفل 5، هيا، هيا بنا شباب، هيا اصعد يا سي جي، ماذا تفعل؟ هيا هيا هيا، هيا اجري يا سي جي، هيا هيا، نايس نايس، هو يجري، رأيتم شباب؟ نايس رهيب. اوكي، لقد جرينا بما فيه الكفاية اتوقع شباب. اوكي، هيا انزل يا سي جي، هيا انزل. او ماذا حدث؟ نايس، لقد نزل، نايس. الان راح نعمل هنا رياضة، هيا ليفل 5 نفس الشيء، هيا نايس، هيا اجري. واو، لازم بشكل سريع. اوكي، هيا هيا هيا، اوكي لقد تعبت، هيا هيا انزل، نايس. وهنا لا نستطيع نعمل رياضة، لا نستطيع للأسف، هذه الآلة لا نستطيع أن نعمل فيها رياضة. المهم، أتوقع شباب استكشفنا البيت بالكامل، هذه هي الغرف، استكشفناها بالكامل مع بعض. طبعا سنخرج الآن، هيا. أوكي نايس، خرجنا، رأيتم شباب؟ استكشفنا البيت بالكامل، صراحة بيت رائع جدا وكبير، رأيتم؟ واو. المهم شباب، هذا هو البيت، اتمنى يكون عجبكم، واذا عجبكم طبعا هذا الفيديو لا تنسوا تدعموني بزر لايك، واهم شيء اشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا الى عائلتنا الاسطورية. المهم شباب، يلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you